مشاهدينا، وللحديث أكثر عن العملية العسكرية ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف الدكتور ماهر فرغلي، صحفي متخصص بالشؤون الأمنية. دكتور ماهر، أهلا وسهلا بكم معنا. ما المعلومات الإضافية التي لديكم عن العملية العسكرية اليوم في الصحراء الغربية، وما شدة خطورة هؤلاء الإرهابيين الذين قضوا في هذه العملية؟ بداية، هو حتى هذه اللحظة لم يتم من قبل وزارة الداخلية المصرية الإعلان عن أسماء، لكنهم أعلنوا عن أن هناك شخصية خطيرة جدا داخل هذه المجموعة الإرهابية، يبدو أنها شخصية من قيادات التنظيم الموجود في صعيد مصر. في الفترة الأخيرة الداخلية المصرية استطاعت بنجاح كبير جدا القضاء على عدد من المجموعات. كانت هذه المجموعات إما مجموعات تابعة لمنظمة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان، وإما تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وكل هذه المجموعات جاءت أو دخلت أو اخترقت الحدود المصرية. يعني هي من حدود الغربية المصرية هناك أربع طرق واعرة جدا. الطريق الأول هو طريق جلدة محافظة المنيا، وطريق مدينة بيروت بصعيد مصر، وطريق الفيوم، وطريق الوادي الجديد. الأربع طرق الواعرة يستغلها الإرهابيون للدخول عبر البوابة الغربية الحدود الليبية، ومن ثم يذهبون إلى منطقة الواحات التي قتلت فيها هذه المجموعة، وينتقلون الواحات إلى مدينة 6 أكتوبر ومنها للقاهرة، أو ينتقلون فيما بعد إلى سيناء. من هنا كل هذه المجموعات يعني في هذه المنطقة استطاعت الداخلية أن تحاصرها في هذه المنطقة وتفرض رقابة شديدة كبيرة جدا على هذه المنطقة وعلى الأربعة الطرق في الفترة الأخيرة. الهاربون الخطيرون جدا هو عمرو سعد عباس المسؤول عن تفجيرات الكنائس ومهاب السيد وهذه المجموعة. حتى اللحظة لم يعلن هل عمرو سعد عباس أحد المقتولين أم لا. الداخلية لم تعلن حتى هذه اللحظة، والأمور تخضع لسرية تامة وتخضع، لكنهم أعلنوا عن قتل هذه المجموعة. دكتور ماهر، جهود أجهزة الأمن المصرية في القضاء على الإرهاب وصفتها حضرتك، وأيضا كما هو واضح هي ناجحة واستطاعت من التمكن على الإرهابيين الآن وسابقا، إلى ماذا تعيزون ذلك؟ هل هو بسبب كشفها مسبقا لخطط الإرهابيين، أم هي طورت من مهاراتها في التعامل مع الإرهابيين؟ للسببين معا. يعني كان هناك أزمة شديدة جدا في منذ 3 أو 4 أعوام ماضية، وهي نقص المعلومات وبروفايلات الإرهابيين المصريين الهاربين إلى مناطق التوتر والنزاع في سوريا وفي ليبيا وفي هذه المناطق. الآن أجهزة الأمن المصرية استطاعت أن تحصل على معلومات كثيرة جدا. يعني نحن رأينا قبل عيد الفطر الماضي كيف وصلوا إلى مجموعة في الإسكندرية وقضوا على هذه المجموعة كانت تخطط في يوم عيد الفطر لتفجير عدد من الكنائس، وبعدها بشهر تقريبا أو 40 يوما استطاعوا وصلوا إلى خلية في مدينة 6 أكتوبر وقضوا عليها، وقبلها قضوا على مجموعة في منطقة بولاق التابعة لمحافظة الجيزة. هذه ضربات استباقية يعني تسبق هذه العمليات الإرهابية، وهذا كان يدل دلالة واضحة على أن هناك معلومات مسبقة وصلت للأجهزة، وأن هناك اختراق حدث لهذه المجموعات، وأن أجهزة الأمن الآن أصبحت هي البادئة وليست لها ردود أفعال. يعني هي تحرك ولا تتحرك، فهي هذه السمة التي اتضحت في العامين الأخيرين. الأمر الثاني وهو تطوير الخطط، يعني بعد العملية الشاملة التي قام بها الجيش المصري حصار الحدود الجنوبية والشمالية والتركيز على المناطق الوعرة مثل منطقة جبل العوينات ومناطق الحدود الغربية وإغلاق الأنفاق في شمال سيناء، أثر هذا بشكل كبير جدا على إمدادات الإرهابيين اللوجستية، وأثر على هذه المجموعات، وأصبحت هناك خلافات وانشقاقات كثيرة، ومن ثم تم التواصل مع قيادات هذه العمليات. نعم دكتور، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. حدثنا عبر الهاتف من مصر الدكتور ماهر فرغلي، صحفي متخصص في الشؤون الأمنية.